زركين من ولاية جابس هي وجهتنا اليوم في برنامج على القرب للتعرف على مشاغل هذه المنطقة. منطقة الزركين منطقة فلاحية توجد على الطريق الوطنية رقم 1 يحد بها جنوبا مع تمدية مارس والزرات وغربا يحد بها الولاية ولاية يابس وشرقا يحد بها البحر الأبيض المتوسط وشمالا يحد بها الطريق الوطنية رقم 1. منطقة الزركين منطقة فلاحية وتنكتشفها بعد شوية في الفلاحة، منطقة يحلو فيها العيش خاطر المناخ متاعها مناخ خارق العادة، خاصة في الصيف تلقاها باردة شوية وفيها نسمة واحد، وفي الشتاء يسمى دافية. منطقة الزركين منطقة فيها حوالي 2800 ساكن. غياب وسائل النقل العمومية والخاصة في منطقة زركين يعمق من مشاكل الأهالي في هذه المنطقة، فالبعض منهم يقطع الكيلومترات مشيا على الأقدام لقضاء حوائجهم. عندنا مشكلة متاع الترانسبور متاع الكيران، والله يجي معبية للزركين ولا إلا الله وتلامذة يجوا مغادي من هنا 4 كيلومتر على رجليه، والكيران متكظة ياسر والنقل جوز كيران. كيفاش الأوقات نتاعهم؟ الأوقات نتاعهم؟ هو لا إله إلا الله، واحدة تجي الكار مع السبعة وربع، والأخرى تجي نص النهار، نص النهار وربع تخش. من بعد لا إله إلا الله تجي الخمسة ونص. ما بين الأوقات هذه ما ثماش كيران؟ لا ما هناش كيران. النقل تعب هنا في الزركي. ما عندهمش مصر نتاع نقل ويضربوا فيها 4 كيلومتر مغادي لهنا على رجليهم، ومشكله كان في النقل. صعبين في الليل ما في الليل يروح على رجليهم، ثم شكون يستناه هني يجي ماليهم يستنوا فيهم هني، وثم يمشي يروح على كرايهم. ولا خويا عندي رونديفو لولدي، نحب نمشي للسبيطار اللي منا نورمالمون نكون 7:00 كار الصباح، ما جبناش بتاع 6 وانا تويك لازم ولدي يكون في الموعد، والموعد فات. اذا كان نفوت شوي هو الطبيب الاول يقول لي معناها 10 من الناس ما عادش نقبل. من بعد هنا شوف الحاله كيفاش غاديك في السبيطار، ما حبوا في الجامعه ما حبوش يعملون محطه، وهنا كيف كيف من الصباح واحد يسري من داره مهم الصغار. وين انت هذا الكارت أخذيتها مني من زركين حتىش للسبيطار، هنا من الصباح نيم الواحد يخرج يهم الصغار وداره وكل، ومطيشين في عندنا جي ساعة ولا ساعة ونص احنا مطيشين هنا في الكياس. عليها الحالة هذه؟ عليه يا أخي، ماناش توانسة ماناش تابعين، احنا الدولة مستخسرين فينا. كار تجينا هنا للمحطة، ثم كار تجي من غاديك تدور للزركين غادي ما تجيناش احنا، عليه تجي للزركين الوطني ما تجيناش. نورمالمون يعملوا لهم هما كار غاديك وكار احنا هنا. احنا يا خويا هنا في منطقة الزركين عندنا إشكالية على مستوى التنقل، عندنا كيران مثلا عندنا نقص برشا في الكيران، سيرتو بريود بتاع القراية عندنا كيران يجوا على الطريق الرئيسي من مارث يخرج في اتجاه جابس ما يدخلوش للزركين، الزركين هي 4 كيلومتر وكيران الأغلبية معناها ما يدخلكش لداخل، عندنا كار واحدة تدخل اللي هي في نص النهار تدخل فيت فيه معناها تدخل تعبي تخرج ديريكت، معناها ثم عباد تتنقل ترسلها 4 كيلومتر جايين من الزركين لهنا باش يعرضوا الكياس. وفي الليل عندنا إشكالية كبيرة في الليل، سيرتو الطلبة اللي يخدموا اللي يقروا في جابس، وسيرتو حتى الخدامة معناها أبار طلب وخدامة في وقت القراية وفي العطلة ديما نفس الإشكالية، معناها تهبطهم لهنا في بحذا الكياس الرئيسي ويهبطوا على رجليهم 4 كيلومتر ليل، ومنطقة فلاحية كلها غيب وكلها خنزير. قداش مرة تصير إشكالية، سيرتو أولاد صغار معناها الأكثرية لقين إشكالية كبيرة، معناها نطلبوا من السلطات وسيرتو من شركة النقل وفرع مارث لكان ثم إمكانية إنه يعملوا كار ولا حتى زوز كيران، كي تبدأ الكار متعدية واحدة في النهار واحدة بريسك في الليل تدخل الزركين تحط عباد بحذا محطات معينة، عندنا محطات في الزركين تحط فيها باش العباد تبقى مرتاحة. وكما قلت لك سيرتو بنات وولاد في الليل
يروحوا السبعه نتاع تصور انت سبعه في الشتاء تحطهم في الطريق الرئيسي كما هكا، معناها شنو هي الاشكاليه؟ اشكاليه كبيره، معناها اللي عنده والديه عنده لاباس عليه وعنده كهرباء كذا ممكن يستناه لهنا، والبقيه الاغلبيه يمشوا على رجليهم، معاناه معاناه باتا معنى الكلمه. الطرقات في زركين مهترئة وبها منعرجات خطيرة تسببت في عدة حوادث، والأهالي يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال. الكيس تكسر في خلال 4 شهور، ها تشوفوا فيه كيفاش الحفر نتاعها. هذا بالنسبة للمدخل من المدخل الشمالي لمنطقة الزركين إلى حدود المدرسة الابتدائية بالزركين، وتشوفوا في الطريق الجنوبي كيف في المدخل لمنطقة الزركين ثم أشجار موجودة وفيها منعرجات خطيرة تكتسي خطورة، فيها حوالي 5 ولا 6 حوادث، راهي حوادث كبيرة ياسر. ماذا بينا من السلطات تتدخل وإزالة الأشجار هذه الشوكية في المنعرجات وتقيم المعبد. وعندنا طريق آخر من الزركين إلى البحر، للبحر، هذا وقع فيه المرة فات تدخل من طرف البلدية المشكورة، وجبنا التوفولون 04 و030 وتدخلت فيه البلدية، ولكن نحبوا من التجهيز التعبيد نتاعها. والطرقات لازمها شوي إنارة، خاطر علاش؟ ثم الخنزير وثم أولاد يروحوا من مدارس نتاعهم متأخرين من 6 7 9 نتاع الليل. في ثم حكايه 4 كيلومتر من الطريق الوطنيه رقم 1 حتى لمنطقه الزركين، هذيتي راهي تكون مخطره ياسر، خاطر ثم خنازير وثم كلاب سايبه، ماذا بينا في اناره الطرقات. أبداها منين ترى من النقل، ترى من السبائل، من الميل. هاي سيدي هذا المي، ها هذا مي مقصوص، ها ما عنديش باش نخدم. القهوة مقصوص عليها المي، الحجام زميلي الآخر مقصوص عليه المي، نهار كامل من البارح ماضي ساعة المي مقصوص، فهمت؟ ما عندنا باش نخدم، والشباب راقد. ترى هذه شوفها المنظر، معناتها قدامك البوبالة، معناتها قاعدة الصاشيات معبيين به، ما عندنا حتى شيء، شباب بطال، لا دار، معناتها دار شباب معناتها يترفهوا فيها، لا عندهم حتى شيء الشباب، معناتها محطم، لا خدمة لا حتى شيء. شنو اللي عندنا احنا هنا في زركين واحد؟ ما عندنا شيء، ما حوم علينا حد، كان العمدة حوم عليهم، ها وانا ما حومش عليهم العمدة، ما حوم عليهم حتى مخلوق، فهمتني ولا لا؟ الدنيا كل مي مقصوص، الضوء ساعات يتقص علينا، المي بتاع الغيب ما فماش، فهمتني ولا، كلها معناتها محطمة.
مدرسة التكوين المهني الفلاحي في زركين هي مدرسة تعنى بالتكوين والتأطير في المجال الفلاحي للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص في المجال الفلاحي أو تطوير المشاريع. مدير المركز عرفات المستوري يعطينا أكثر تفاصيل. مدرسة تعتبر من المدارس العريقة في مجال التكوين الفلاحي، ترجع بالنظر إلى وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي. بالنسبة للاختصاصات اللي أمنوها هي خاصة متعلقة بالزراعة السقوية، سواء كانت زراعة سقوية معناها تحت البيوت الحامية وإلا خارج التربة وإلا الزراعة السقوية العادية. بالنسبة حاليا يأمن التكوين لفائدة المنتصبين الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، واللي هي طلبات تجي من عند الفلاحة اللي هم راغبين في التكوين باش تحصلوا على قروض سواء للانتصاب في الحساب الفلاحي للانتصاب للحساب الخاص في النشاط الفلاحي، وإلا بالنسبة للراغبين باش يطوروا المشاريع نتاعهم، وهذا يتسمى التكوين المستمر. وبالنسبة للتكوين الأساسي اللي هو يهم خاصة مسلكين، هو مسلك شهادة الكفاءة المهنية اللي هو يخص بالأساس التلاميذ اللي معناها وصلوا في التعليم نتاعهم إلى السنة التاسعة أساسي منهات. وبالنسبة لمسلك البي تي بي اللي هو المؤهل التقني يخص خاصة التلاميذ اللي هم المستوى التعليم نتاعهم ثانية ثانوي منهات. بالنسبة للأعمار تلامذتك فيش يكون؟ بالنسبة للأعمار عادة بالنسبة للصغار معناها يكونوا سنة تاسعة منهات، معناها في حدود تقريبا 20 سنة. بالنسبة للسنة الثانية منهات ما بين 20-25 سنة تقريبا. هل المدرسة تعلم تكفل بإعطاء نصيحة أو تتدخل في حالة طلب منها فلاح وغيره؟ احنا موجودين لهنا، معناها إذا كان اتصل بنا فلاح بصفة مباشرة في المركز على ذمته، معناها مكونين عندنا مكونين مختصين سواء في الانتاج الحيواني ولا في الانتاج النباتي. بالنسبه لل معناها اصدار النصائح خاصه بصفه عامه والكونتاكت المباشر معناها العلاقه المباشره مع الفلاح هو من مشمولات خلايا الارشاد الفلاحي اللي هي تزور الفلاح وتتبع الفلاحة نتاعو وتشوف إذا كان ثماش إشكاليات معناها في القطاع. بالنسبة للتلاميذ التكوين الأساسي معناها تلاميذ سواء اللي في مسلك كفاءة المهنية ولا مؤهل تقني يتمتعوا بمجانية السكن والأكل والسكن. بالنسبة للفلاحين الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص ولا التكوين هي فما معاليم رمزية بالنسبة للمبيت والسكن. هل المعهد يتم يتابع التلامذة المتخرجة من عندك في على عيد المكان بعد الدراسة ولا؟ أي فما عندنا الحمد لله هو معناها تعتبر تجربة نموذجية بالنسبة للمركز، عنده شراكة مع القطاع الخاص، ما نعرفش إذا كان شركة نجم نذكرها ولا لا، شركة خاصة معناها فما العقد متاع شراكة معناها قادرين أنهم باش يشغلوا 100 خريج من المدرسة، معناها هذه حاجة باهية معناها مهمة جدا بالنسبة للأفاق التشغيلية في الجهة.
زركين والمناطق المجاورة لها، وبالرغم من أهمية إنتاجهم الفلاحي من رمان وخضر ورقية وغيرها، فإن الفلاح في هذه الربوع يعاني من عدة مشاكل، أبرزها وأهمها مشكل الري بسبب نقص المياه الجوفية ما تسبب في جفاف الأشجار. المنطقة بالأساس فلاحية، النشاط الفلاحي هي النشاط الرئيسي فيها، ولكن في السنوات الأخيرة ما نجمش نقوله ما قبل ما يسمى بالثورة، وما نجد نقوله قديمة الحكاية، عندنا مشاكل معناها الفلاحة لهني، وهذا وقفين احنا تو قدام المجمع، هذا المجمع الفلاحي اللي هو يلم الفلاح الكل، عندهم مشاكل الدولة تنجم تقول غايبة ولا مغيبة روحها، مش تو، مش بعد الثورة، من قبل. نبدأ بالمشكلة الأول، احنا المنطقة كلها يرجع الفضل الربي والمعمر اسمه تريولي، ديجا البير الأول مسجل في الإدارة متاع الفلاحة باسم بير تريولي بالمدسية زركين واحد، ها ورانا التالي ورا المجمع من عام آخر التسعينات بدي يتعب، باه قدمنا مطلب أراو البير تعب، معاش كان ارتوازي وبلو الموتير إلى آخره، اقتصاد في المياه وكان السياسة اللي عملتها الدولة في التسعينات وكذا، ما رعنا إلا وزارة الفلاحة عام 2000، ونتذكر مليح المراسلة الشاف كابينيه متاع وزير الفلاحة، هذا بعث قال لا يمكنه، ليه لا يمكن؟ قال أرض عسكرية، ما هو الجيش والفلاحة خذوه ورثوا المعمر، البلاصة هي حذرنا هنا ما تجي شيء، بلاصة طين ما تنبت شيء، هات نحفروا فيها، قالوا لا ما تحفروش، الجيش قال لا، ماه تبرعنا بير اللي هو يمشي توها ويمشي بحذانا وقاعدين نسقوا منها الناس كل، تبرعنا بيه حنين مواطنين وحفروا فيه لأن ما فماش حل آخر. وقت الدولة دخلت قالت لا الفلاحة اللي هو المركز تكوين يشرب، والجيش أكبر نسبة توم تاع تراب عند الجيش، معنا الدولة كي تجي حذاها هي تقول نحفر كذاك، يقول لك لا ملك الدولة ملك الجيش، لا أما كي نتبرع حني بالتراب حني نعطوا للدولة، الجيش تو الضايع العسكرية أكبر فلاحة بنسبة المية تاخذ فيها هي، باهي شنو المشاكل؟ بعثنا آخر مراسلة سامحوني هاي عندي أوت 2019 المندوب الجهوي للفلاحة بجبس، بعثنا المشاكل متاعنا تتمثل أن السواقي مفتوحة فما روفيت متاع مي في التبخر وإلى وإلى والجوانات تضيع وإلى آخره، الدبي متاع البير ضعيف، تعالوا نعملوا حل، هاي مشاكلنا، هل المسالك الفلاحية راه في المطار ما عادش نجم نتحركوا، في الأخر في المراسلة عندي لهني مش لازم نطول عليكم باش قلنا لا تتفضلوا بزيارتنا ونرحبوا بكم، المندوب الجهوي للفلاحة طالبينا في زيارة في أوت 2019 باش يقعد معنا قدام المجمع هذا ونطرح على مشاكلنا كما جت الجنوبيه مشكوره تو ونحكوا في مواضيع ثماش حلول المشاكل الجنية الصعوبات شنو الحلول المقترحه، ما جاناش ما جاش المندوب من اوت 2019 المراسله عندي والرسيم تاعهم داكيه تاعهم في المكتب الضابط تاعهم موجود، لا 2019 احنا في 2023 من جابس 25 كيلومتر مندوب الجهه ما نجمش يجي، فما بالك بشحال المشاكل هذه اللي يسماها معنا باش البيروقراطيه المقيت، ما معنى نبعث لك مشاكل في ورق ما تحلهاش، نقول لك تعال خلينا نحكوا ما تجينيش، ما ايش نعملوا تو المنسوب المياه ضعف المنطقه هذه ده بالتصحر، باه نمشي للنقطه الثانيه ما يسمى بالخنادق الفلاحيه، نقول احنا في مصطلحنا الفلاحي نشاعي من قبل الثوره تو ما تنظفتش ولت ملاذ للخنزير الوحشي، نقولوا احنا الحلوف تمشي تبعث مطلب الفلاحة عندنا في مطلب في الجمعية تعالوا نظفوا لنا الخنادق، ما يجيكش 13 عام ولا 14 عام ايش تحب كيفاش تحبها ما تزحفش عليها الملوحة كيفاش تحبها ما تتسحرش، نسبة المية ضعيفة البير ضعف، باهي باش نوريك البروبليم تاع الدولة هذه والمشكلة، راني لا نحكي لما بعد 25 جويلية لا ما بعد الثورة الحكومات المتعاقبة كارثتنا قديمة 2001 اعطينا احنا البير تبرعنا به الدوله راهي معنا تو تشرب معنا الدوله ما تعطيناش التراب نعطوا احنا التراب اما الدوله تدخل معنا ممثله في وزاره الفلاحه مركز تكوين المهني الفلاحي هني وزاره الدفاع يشربوا معنا ايه ما يعطوناش الارض اما كي نحفروا الارض قدام لا الدوله تقول انت للدوله ليه باه ناح غادي جاوا قالوا عملنا مطلب ثم بير هاو على جي بي ان في المنبت يسموه بير بجمعيه الشباب عنده ضغط بزايد والمساحه قل وكذا قلنا نعملوه اسيدي اعطونا معنا
رنفور رانا تعبنا راهو البير ضعف. قالوا ايه عملوا دراسه وخدموا الخدمه تاع المقاول هاو كان تعبنا باش نشوفوه في 2003 2004. ايبا بعتالي قال لك الضخ ما يوصلش لهني مكلف نزاع الدوله والفلاح واللي عمل الدراسه والخدمه هكا خذي فلوسه مقاول ما نجموش نحسبوه. كيش تعمل دراسه انت باش تجيب راه مش 10 كيلومتر 850 متر تعمل دراسه وتصرف فلوس من الملك العام من فلوس الشعب ملك عام وتعمل كاناليزاسيون سوتيران ونهار تجي تجرب تقول لي والله المي ما طلعش ليش تعمل فيه؟ تصرفت هذيك على حساب شكون؟ هذا موجود تو شاهد على العصر من الجي بي حتى لهني يوصل لهني اما ما يطلعش المي ليش تعمل فيه؟ شكون عمل الدراسه؟ شبه تعمله وتحفر وتجيب مقاول وتعطيه فلوس وياخذ فلوسه تجي تجرب من البير من غادي يقول لي لا ما طلعش البير المدسيه ما نجمش نعمل لك رنفور هي ليش عامله من الاول انت؟ البير هذا مجعول عملنا فيه مطالب سابقا فهمت 2004 و2005 وذكروا ان كل حفره البير الفلاحه وزاره الفلاحه وزاره الفلاحه اكيد عن طريق دراسات طب ما نتصور ان عن طريق دراسات فهمتني باعتبار ان المنطقه موجوده فيها دراسات قبل وهو موجود البير تقريبا هاو 400 متر منه عند عمل دراسه ان المنطقه هذه كلها ناب نتاع مي من هنا تمشي حتى الوفيسن تمشي العين الزرات فسر لي كيفاش الارض باعك شايحه الارض هذه تعطيل من الله اعلم ما ندروش نعمل في مطلب تكلمنا جيرانا واتصلنا بسيد الوالي بسيد المعتمد تحدثنا ما ثماش ثم تعطيل كامل معناتها الله اعلم علاش شنو هو علاش توا احنا خسرنا هاو كل شيء خسرناه فكسنا غرسنا الزيتون بزايد اللونتوراج هذا كل الناس فكست وحضرت هاي من هني كيلومتر ونص معناتها العائله هذه فهمتني لكن مانيش عارف شنو السبب اللي خلى اتصلنا حتى باتحاد الفلاحين هاو 2022 و2023 الله اعلم ما ندريش فالرجاء الرجاء من سيد وزير الفلاحه سيد رئيس الجمهوريه سيد معتمد مارث والي قابس التحرك لإنقاذ هالمنطقة هذه الزيتون تشبع فيه يابس ثم حوالي ما يقارب 27 ألف زيتونة هني في المنطقة هذه متاع أم العباير يسمها أم العباير هذه تابعة منطقة الزركين عمادة الزركين وحنا جيراننا معناتها توهم قالوا باش يهزوا تروين المنطقة منها للبحر حوالي 14 كيلومتر باش يوصلوا قنوات غادي لمنطقة جليلة يقولوا هم لكن كيفاش ارض هني ارض الزركين وجيراننا الحناش يعني طبعا ارضي وارض جدي وعمامي واخوالي وكل وجيراننا اهلينا في الزركين وشطر ارضنا احنا شطر ارضنا موجوده في وراء الكياس هذا الكياس الحمايه المدرسه الكولاج نتاع بين الكولاج والجيراننا نتاع الجيران الحناشه نملكوا وراهم ويملكوا في جنبنا معناتها لابد ان يمشي لهم على الاقل قداش هم 500 600 متر من هنا فهمتني 500 600 متر لابد من علاش يمشي 13 كيلومتر وهنا الناس هنا الزيتون يابس ومن حنايشه من لونيسي هاو جيران هذا الكل والماء هنا موجود طاقه مائيه بكثره وكما يذكر السيد المندوب سابقا قال معناتها صار خلاف قبل هنا على البير هذا يمشي منه ولا يمشي منه قال لهم البير هذا يشرب حتى العراق معناتها الطاقه نتاعها واين متحفر وين تحفر هنا تلقى المي هاو جرنا هنا مبير هاو جماعه الاخرين موجودين في منا فلا باس ان نعطوا منها على الاقل على الاقل 15 لتر نعطوا للجليله 20 لتر 20 لتر جهه الجليله يمشي له وحنا يبقى لنا 30 ولا 35 لتر هذه الثانيه يتمتعوا بها نعطوا على الاقل جيراننا وحنا نملكوا معاهم غادي جار في الجار معناتها وحنا عائله الحناشي بعدهم احنا نملكوا للواد غادي باعتبار العائله هذه اللي اعطت البير معناتها اشياء البير هذا مازال اشياء معناتها ارض اشياء جدي وعمي وخالي وكذا كذا احنا اتفقنا ان باش نعطوا للدوله معناتها عملنا اتفاق مع الدوله على اساس ان باش يمتعونا بالمي والمي ياخذوا غيركم ها والمي ياخذوا ناس اخرين اي تو ثم اشكاليه ماهيش مطروحه الاشكاليه ما ثماش حل تو الجلال يقولوا لنا وما عملنا حتى شيء لتو الزيتون يبس احنا مشكلتنا في الزيتون تو شوف الزيتون كيفاش يبس كل زيتون وكرم ولوز والدنيا كل ما موجود فهمت والفلاح ما عندهاش طاقه بهم يعني تو نضطر ممكن باش نمشي نحفر ما دام 105 متر والمي هنا جبدوه المي خرجوه على 105 متر وطاقه كبيره
ثم اللي تحدث يقول 80 لتر في الثانية، ثم 120 لتر في الثانية، هم أبقوا على 48 لتر فقط هنا. فهمت؟ احنا تو الناس كل تفكر انا بنما طال البير هذا، الناس الزيتون مات، معناتها مشكلتنا تو الزيتونه اللي عندها 120 عام و150 عام هاو تخرج من هنا في الجهه هذه من هنا تقريبا، معناتها الزيتون راهو شيء يبكي، لوز وزيتون وكل شيء. ونشكره ماذا بينا السيد وزير الفلاحه السيد والي جابس معتمد مارث، السيد الحبيب ذياب رئيس الاتحاد الجهوي كان معنا في عاوننا الحق، عاوننا مليح، ماذا بينا يتحركوا ينقذونا وخلي الناس تتمتع وتعيش وتربي الزيتونه وتربي كذا، ومستعدين ان باش معناتها نوقفوا مع الناس الكل ونعاونوا الناس الكل، لان شوف موجوده الارض هنا وموجوده وسهله، حتى الارض سهله معناتها. ثم مره جبت تراكسة وقت الهبط اللي حفر قال لي شبه الارض محلوله هنا، الارض هني معناتها ارض صالحه للفلاح، وهو انا الدليل، هو انا جرنا هذا البنية العالي على تروزيان، هو انا عنده دار في الظهر هيك في العلو الزيتون، هو انا ما عنده 3 سنين ما شاء الله يخدم فيه على الاقل في العام في هاك الوقت الزيتون يخدم فيه 15 20 مرة ما نسوين يجوا يلقطوا في الزيتون وكذا. ماذا بينا الرجاء بكل لطف، ورانا مانيش احنا مع الدوله مع المواطن الضعيف مع كذا، ماذا بينا يتحركونا سيد وزير الفلاحه سيد رئيس الجمهوريه سيد رئيس الحكومه، الناس الكل يرحم والديكم، رانا في حاجه للمي، حاجه للمي، والمي موجود اهو، البير موجود من 2018 علاش، وحنا نحبوا نخدموا. مجتهدين ونخدموا في خدامه واحد فهمتي، ونصرفوا ونحوا من رواحنا ونصرفوا، والمي ما قليل فهمت، وحفرنا سواري تقليديه ومانيش ما قادين رواحنا فهمت، وعنا مقارب 30 35 هكتار فهمتي تعبنا، والبير محفر حذانا، عنا بير لهني فهمتي ما حبش يمكنونا من ما عطوناش المي مسكر، يمشي فلان وفلتان ويمشي بخلك يمشي ماشي لواحد الجليلة، وهو في السكتير جوارنا في سكتيرنا بالضبط في اسم المنطقة هذه بالضبط فهمت، جرينا حفرة الدولة باش محفر البير حفرة الدولة باش تمكنا من الفلاحة هذه، جي معنا جينا نشوفه معنا، مشينا عملنا مطلب ومشينا نشوفه ولا حضرونا اجتماعات لا شيء، لا قال لك ماشي لواحد الجليلة، واحد الجليلة ما عالبالهمش شكون ماشي لفلان وفلتان، ياخذوا في الاراضي وياخذوا الواحد معنا يهزوه من عندنا في جوارنا بجنبنا، مانيش عارفين كيش نعملوا، احنا نحفروا المي من احنا والفلاحه تمشي بعيد، ونفس البير حتى صارت مده 10 سنين بير حفروه منا يمشي لبلاصه اخرى، حفروه في الزركين ماشي للبحر وما يشرب حتى واحد بجنبه، علاش ما عنش عارفين علاش، تمشي المسؤول يقول لك لا والله مبرمج، شنو اللي مبرمج؟ هو مسكر هو مستعدين مثلا حتى كان يعدونا من نصرفوا من عندنا ونصرفوا كذا فهمت، حتى كان يوصلونا لينيا مستعد الفلاح قال لك احنا نعملوا لينيا اخرى ونعملوا جوابي ونعملوا كذا ونصرفوا. اتصلتوش بهم مسؤولين؟ اتصلنا مسؤولين، انا اتصلت حتى مسؤول منهم هذي ووصلوا من الزركي مهني، قال لك لا ماشي مبرمج الواحد الجليلة بعيد ومن غير ما انا عملوا مطلب اخر في بير اخر، هو بير مسكر هذي، وحتى معنا عرضوا عليهم قال لهم نقسموه البير هذايا معنا قسط بلنا وقسط يا سيدي، الناس كلها شوي شوي مش مشكله، ماهيش نتاع فكان قدانا ولا قدام ولا شوي منا وشوي منا، ما فماش تجاوب ما فماش، لهيك يقول لك لا الوالي تبدل فلان تبدل، ما الله اعلم الله اعلم شنو في الكواليس ما نش عارفين.
هكا وإحنا تعبنا يا خويا لهني تعب. زيتونك أنت تو شوف عامل زيتون أنت. إيه عامل زيتون أنا عندي تو 700 زيتون وما زدت نغرس. يتعب ثانية تقليدية معناها نتاع حفر ما تكفيش يجي الصيف يتعب معناها هيك تشوف معناها قداش. شوف عندك في بير يخدم بير طاي. إيه يخدم البير هذاك. يخدم من مي معناها رزين شوية معناها نتاع رشاح كيما نقولوا فهمت. رشاح ماهوش ما يكفيش ما يكفيش حسب الاكترات حتى جبت مهندسين قالوا لي راه ما يكفيكش هذا ما يكفيكش ما يكفيش وحتى باش هذا انت لازم تقول امكانيات قويه شويه على بقيه الفلاح والفلاح ضعيف ايش عامل في المنطقه هذه ضعيف زيتون ها نوريك ميت ما حول ولا قوه مسكين ضعيف ضعيف ما ينجم لا يتكلم لا يتحرك ما ينجم يعمل شيء ايش عنده يعمل ما عنده ما يعمل فما اللي يجيب بالساترنا ب 50 وب 60 دينار شنو هي 60 دينار باش تسقي 10 5 زيتونات وما عندها ما تعمل زاده ما تكفيش قال بيار من الدوله يودي البيار من الدوله تعاوننا فهمتني ونشوف كيفاش نتعاونوا واللي يجي يتكلم يقول لك لا ما لا ما لا بير هو المشكله تو الحل موجود البير موجود وجاء الوالي هيك المره عمل اجتماع قال لهم يا سيدي ضيفوا جوار البير جوار البير معناها اللي بجنب البير اعطوهم هيا نجيو نتصلوا بهم يقول لك لا والله لا فهم شيء والوالي هكا حول خرج ما عرفش شنو ما فما قرارات صح عليها يتناولها والي اخر ولا يشوفوا كيفاش اما اللي مسموع ماشي للبلاصه الفلانيه مسيطرين عليه ما عندناش بالنسبه على مستوى ولايه يعني حتى تمشي المندوب ما تلقى حتى حل خاطر هما اللي خادمين الاداره الصغيره مثلا زي في مارث واحد خادمين الدراسه وخادمينها الواحد عارفين وين هزيلها وجيت تحكي معاه يقول لك راه ما فهم شيء هو بير منجوز حاضر باش صرف عليه الدوله ما عاد فهم شيء كي يسيبوه الفلاح تعال احكي معاه ما تلقى حتى حل ما تلقاش الرد اللي هاك يقول لك فلان حول لا عنده هو القرار عنده هو ما تفهم شيء يعني تعبنا وين فلاحة هذه وين هذه يضروا فيها الفلاحة هي شكون يعاونها ما يحكوا يقول لك نعاونوا انا عندي فلاحه معايا هني قال لك مستعدين اللينيا من البير نصرفها على حسابنا اكثر شيء من هذا ما فهمش. عندنا ما شاء الله مساحة مشجرة من عهد الجد زيتون ومجاميع وكرم وكذا توا هاكم تشوفوا فيها وين صبحت الحالة معناها الزيتون كله تحطب حطب معناها قلع توا ما عادش باش وهالجيل الجديد هذا من المستحيلات مازال باش يعاود يشجر معناها بالطريقة هذه كما كنا نحكوا معناها من ناحية الماديات واحد وإحنا فلاحة معناها أبعجت الحاجة اللي الحل الوحيد اللي طالبينه هو كونكم باش تدعمونا بهالبير هذا اللي قاعد مسكر تو عنده 4 سنين ولا 5 سنين كلمتوش مسؤولين والله كلمنا المسؤولين المرة الأولى يقولوا معناها فيما يخص معنا الدعم نتاع الدولة ما ثمش وما ثمش فلوس وما ثمش كذا بعتالي قالوا هم باش يعملوا دراسة والدراسة ما صح منها شيء إلى حد الآن ما صح منها حتى شيء معلوماتي قالوا الفلاحة نتبرع بالمبلغ هذا باش يصلنا البيت احنا تبرعنا بالأرض معناها كموقع متاع بير متبرعين بيش ولكن اللي طالبينا كوننا أعطونا المي معناها كتبرعنا بالأرض نورمالمون باش تدعمنا الدولة وتعاوننا تو ما عادش ما ثماش دعم من كل النواحي زاد احنا حاجتنا بالبير تو مبدئين يعطينا البير قالوا لنا عملوا معناها مطالب في الضو وفي كذا وفي كذا ثم شكون بني ونقول لك يجي 70 ولا 80 مواطن هذا اللي معناها الاغلبيه هنا بنيين تو باش يدخلوا الضو على اساس معناها باش يربطوا المي هذا اللي كونه معناها المي معناها ولا منطقه سكنيه ومنطقه كذا
ويدعموا معناها من ناحيه يقولوا هم كونا كمساحه كبيره معناها باش يعملوا كالجوابي ويعملوا. احنا مستعدين لهذا كل حاضرين باش نعملوا ديباسا وباش نسقوا معناها اعطينا الشجرات برك تو مده يمكن 10 سنين التالي ولا 11 عام كانوا يدعموا على الاقل في السترنا توين ما ضماش. نعانوا في مشكلة الطرقات هذه شي مركز وشي من الطبعة وشي من المطار ما عادش نقدروا نخشوا لها وما نحكي لكش الميكانيك طاب والدنيا كلها طابت وماذا بينا في أقرب وقت تصلحوا لنا الثنايا. إذا طاب الميكانيك بتاعك في الشياح هيك في المطار كيفاش عامل؟ في المطار ما نقدروش نخشوا تتبلع كراها وما نقدروش نزودوا أصل هي تشوفها هيك في الشياح معناها ركز حالها ركز بحسابها التصليح ديما والميكانيك طاب من الكياسات ومن الثنايا البيست حاله وفي المطار ما قلت لك طبعا ما نقدوش نزودوا لها وما نغرقوا كيف نزودوا نعانوا منها ولا في الحالتين احنا نعانوا كان في الشياح ولا في المطار المطلوب يا خويا على الاقل يرقلوا لنا الثنايا الكياسات يرقلوهم لنا هذا المطلوب الميكانيك بتاعنا طاب ما عادش عندنا كيفاش نقاوموا به. منطقة زركين هي منطقة في حاجة إلى لفتة من السلطة المعنية للتدخل والاهتمام بمشاغل متساكنيها وأهلها.